مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجنا. وحلقتنا النهارده يسعدنا ان يكون معي ومعكم ضيف وضيفكم المستشار محمد ابو زيد. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، تم بيه. احنا سعداء ان حضرتك تملي بتكون موجود معانا في برنامجنا، وتملي الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا بيسالونا عن قوانين كتير وبيسالونا عن القوانين، فتملي بنكون سعداء وحضرتك بتشرح لنا القوانين وبتعرفنا كل ما هو في المجتمع غايب عننا. النهاردة عايزين نتكلم مع حضرتك عن قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم عرفنا أنه هو من زمن للزمن أنه بيتناقش وعبء كتير وموجود كتير في مشاكل كتير بالنسبة للقانون القديم، وعرفنا أنه هو كان يتناقش في مجلس الشعب أو هو حاليا بيتناقش، فعايزين نعرف من حضرتك ماذا توصلوا فيه. هو بالنسبة لقانون الإيجار القديم بيتم إعداد مشروع ليه وموجود حاليا في مجلس الشعب، بس سيتم النظر فيه والبت فيه في الفصل التشريعي القادم إن شاء الله. وبالنسبة للتعديلات اللي هو طرحت هذا القانون، إن هو كل الإيجارات القديمة بالنسبة للأماكن السكنية هيتم تعديلها، بحيث إن الوقت المستأجر هيكون ليه 10 سنين من تاريخ صدور القانون. عشر سنين من تاريخ صدور القانون. يعني لو هو مستأجر واخد 59 سنة، لا هنا حضرتك في لبس عند بعض الناس. أيوة. ان موضوع 59 سنة تمام يختلف تماما على قانون الايجارات القديم. قانون الايجار القديم هو اللي بينطبق على القانون اللي قبل سنة 96. قبل 96 ده اسمه القانون القديم، بينطبق عليه القانون القديم. انما اي مدة في العقد ده ينطبق عليه القانون رقم سنة 96 اللي هو العقد شريعة المتعاقدين، ويتطبق عليه وفقا للقانون المدني، ومحدد المدة اعتبارا من سنة أو لغاية أقصاها 59 سنة. بيحصل لبس عند الناس، يقول لك أنا هعمل عقد قديم وفقا للقانون القديم 59 سنة. لا، هذا المنظومة أو بالنظر بالنسبة للموضوع 59 سنة ما يعتبرش قانون قديم، هو معتبر محدد المدة 59 سنة ما بين المالك وما بين المستأجر. بس هو في بند بيتكتب ويجدد مدة تانية، يجدد مدة مماثلة هنا، المهم ما تزيدش عن 59 سنة وفقا للتعاقد اللي هي ما بين المالك والمستأجر. إنما القانون القديم اللي هو كان صدر في ظل القانون القديم، إن هو يصدر عليه كل قانون بالنسبة لأي شخص مستأجر، صدر القانون دون 10 سنين بالنسبة للأماكن اللي هي السكنية، و5 سنين بالنسبة للأماكن غير السكنية، ويتم ازدياد القيمة الإيجارية وفقا بالنسبة للمنشأ كعقار. طب احنا عرفنا ان هو في حالة القانون القديم اللي هو موجود في الوقت الحالي، ان هو في حالة لو تورث، اللي بيتورثوا 5 سنين، ولا بالنسبة للتشريعات لسه ما أصدرش بيها قانون. هو في ظل القانون القديم إن هو يتورث لكل من هو شاغل العين مع المستأجر الأصلي، بيمتد الإيجار ليه امتداد قانوني، كل ما هو كان موجود مع المستأجر الأصلي وشاغل العين بالنسبة لكزوجة أو بالنسبة للأولاد. في حالة وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود زوجة أو أولاد، فهنا من حق المالك إن هو ياخد العين. من حق المالك اللي هو ياخد العين ويمتد القانون الايجار ليهم امتداد عقد الايجار ليهم هم. فالقانون الجديد انا بيحد للكلام ده، على اساس في بعض الاماكن متاجره ب 8 جنيه و10 جنيه و12 جنيه و20 جنيه وزي القديم وكله بيتوارث دلوقتي، واخد بال حضرتك ازاي؟ القانون الجديد المشروع بتاعه بيقول هنا هو بالنسبه في حاله المستاجر توفى، بيظل استمرار وجود اللي هم الموجودين اللي بيحق ليهم امتداد العقد الايجار، ان هم يظلوا في العين لمده 10 سنوات بالنسبه للسكن. بالنسبه للسكن بيديله مده 10 سنوات. اللي هو الغير سكني 5 سنوات. الغير سكني اللي هو المحلات او المشروعات التجاريه بيديله 5 سنوات. هيجي واحد يسالني، طب دلوقتي مثلا لو المستاجر الاصلي كان متوفي، اللي موجود دلوقتي الورثه، اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون هيتحسب المده، يا اما ال 10 سنوات بالنسبه للسكن او 5 سنوات بالنسبه لغير سكني. 5 سنوات بالنسبه للسكن، وبالنسبه للغير سكن اللي هو التجاري او المشروعات 10 سنوات من صدور القانون نفسه. تمام. وبالنسبه للي هو لو في حاله ان المستاجر على قيد الحياه، يتم زياده القيمه الايجاريه وفقا للجدول اللي هينزل وفقا لتاريخ انشاء العقار. اذا كان العقار منشا من سنه 44، واذا كان العقار منشا سنه 97، هيتحط نسب معينه زي ما اتطبق سنويه او زياده زي ما اتطبق قبل كده في القانون رقم 1996.
في اللي هي الزياده السنويه اللي الزياده بتنطبق السنويه. على القانون 96. طب احنا بالنسبه لبرضو حضرتك، احنا جالنا برضو عايزين نعرف من حضرتك قانون التامينات والمعاشات الجديد اللي موجود حاليا، وعايزين نعرف ازاي الواحد لو اشتغل في كذا مكان يضم السنين اللي موجوده دي في التامينات والمعاشات، ونعرف من حضرتك القانون الجديد للتامينات والمعاشات، لان التامينات والمعاشات هو صداع مزمن كتير مننا عنده مشاكل، وكتير مننا عنده مشكلات كتير في التامينات والمعاشات، وبالاخص اللي هو عايز يعمل معاش او بيتجه ان هو يعمل معاش بعد سن الستين او بعد وفاه والده او سيان كلتا الاوحال بيبقى فيه صعوبات كتير، فعايزين نعرف في صرف المعاشات. في صرف المعاشات هو بالنسبه للقانون التامينات والمعاشات، القانون رقم 148 لسنه 2019 اللي هو تم تطبيقه اعتبارا من 1/1/2020. بالنسبه للفئات اللي بتطبق عليها هذا القانون، اللي هم جميع الفئات المدنيين اللي شغالين بالجهاز الاداري بالدوله والهيئات والمؤسسات العامه في الدوله وقطاع الاعمال ووحدات قطاع الاعمال، وبيطبق كمان بالنسبه على القطاع الخاص اللي هم بيندرجوا اللي فيه العلاقه التعاقديه وفقا لقانون العمل. يبقى الفئات اللي احنا بنطبق عليها القانون هي الفئات اللي قلت على حضرتك عليها. بالنسبه للمستحقين هنا النسبه للشيخوخه. معانا مداخله تليفونيه، معانا الاستاذ عصام، نشوف الاستاذ عصام معانا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ عصام. ازيك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ عصام، اخبارك ايه يا استاذ عصام؟ معاك يا فندم حضرتك. انا المواطن عصام محمد صبحي، والحمد لله انا تميت 20 سنه تامينات فعليه. 20 سنه تامينات فعليه. طب تمام، ايه المشكله عند حضرتك يا فندم؟ مفيش مده مشتراه، يعني مفيش مده اشتريتها ال 20 سنه بالفعل قضيتهم. لا، قضيت خدمه فعليه. تمام يا فندم. طب ايه ايه المشكله اللي بتواجه حضرتك يا فندم؟ حاضر يا فندم، رحت التأمينات عشان أسوي معاشي، معاش مبكر، رفض يا فندم وقالوا لا، في ظل القانون الجديد لازم حضرتك توصل لسن المعاش اللي هو 60 سنة أو عجز أو شيخوخة. يعني حضرتك بتقول اللي أنت اشتغلت فعلي 20 سنة ودفعت تأمينات فعلي 20 سنة، ولكن مزبوطة. سنك ما جابش لسه ال 60 سنه، صح كده يا استاذ عصام؟ مظبوط يا فندم، لان سني لسه 49 سنه. سنك لسه 49 سنه، فروحت ان انت تقدم على معاش قال لك لازم يكون في سن ال 60 سنه. طب احنا بنشكرك يا استاذ عصام، برضو سياده المستشار هيجاوب حضرتك دلوقتي وهنشوف الموضوع ده معاه. بالنسبه لسؤال الاستاذ عصام بيتكلم على المعاش المبكر. اشتراطات القانون ال 148 لسنة 2019 اللي اتطبق في 2020 بيشترط بالنسبة لأي شخص يريد الخروج بالمعاش المبكر يستوجب ان هو يكون قضى 240 شهر. بالنسبة للحالة بتاعت الأستاذ عصام هنا تطبق عليها الشروط ان هو قضى 240 شهر اللي هو يعادل 20 سنة، فبالتالي من حقه يمشي في إجراءات صرف المعاش المبكر وفقا لل 240 شهر. طب ايه المشكله اللي هي بتواجه الاستاذ عصام حاليا؟ ما هو راح قالوا لازم سنك يكون 60 سنه عشان تصرف معاه. لا، هنا المفروض يتطبق عليه وفقا للقانون 240 شهر اللي هو ال 20 سنه، فهنا يستحق المعاش على مبكر وفقا للمده دي كلها، وبياخد بيصرفوا له 65% من الاجر الاساسي اللي موجود. الاستاذ عصام يناشد مين او يتوجه لمين ان هو يقدر ان هو يشوف المشكلة اللي عنده دي؟ يخش الرئيس المكتب نفسه يقول له دلوقتي أنا الشروط بالنسبة للقانون متوفرة ليا، القانون يعني بيقول إن هو المعاش مبكر، إن هو قانون معاش مبكر، إن أنا 240 شهر، 240 شهر مقدم 240 شهر ومعايا الأوراق تفيد الكلام ده، فبالتالي يستحق إن هو يصرف معاش مبكر. يستحق إن هو يصرف معاش مبكر. أستاذ عصام زي ما سمعت سيادة المستشار قال لك إن أنت تستحق، فحضرتك بتتوجه لرئيس المكتب اللي موجود هناك أو بتتوجه للجهة المختصة وبتقدم طلب، واحنا برضو هنتابع مع حضرتك الفترة اللي جاية ان شاء الله ونشوف حضرتك وصلت لغاية فين. نرجع برضو سيادة المستشار بنتكلم فيها عن ازاي في مشاكل كتير بتواجه المواطنين في صرف المعاشات او الاجراءات اللي بتتم في صرف المعاشات. هنا بالنسبة لصرف المعاش اذا كان اللي هو مستحق المعاش بيعمل في جهة حكومية بالنسبة للجهاز الاداري بالدولة او بقطاع الاعمال، فدي بتمشي اجراءاتها عاديه جدا في حاله ان هو بلوغ سن
اللي هو الشيخوخه 60 سنه بيمشي في اجراءات معاشه ويقدم مستنداته وبياخد معاشه وفقا للراتب اخر راتب بالنسبه ليه، او في حاله وفاته فهنا الورثه بيقدموا اعلام الوراثه وبيصرف المعاش وفقا لاعلام الوراثه. مين اللي بيكون مستحق ان هو ياخد المعاش في الحاله دي وفكر لو الوالد توفى وليه معاش وليه اولاد ولغايه سن كام سنه ممكن ان هو ياخد بالنسبه هنا المستحقين المعاش بالنسبه للزوجه تستحق المعاش والاولاد اللي هم اقل من 21 سنه او اكتر من 21 سنه اذا كان في الدراسه، او بالنسبه للزوجه نفسها اذا كانت البنت متزوجه تستحق معاش والدها في حاله الطلاق. يعني اذا كانت البنت متزوجه ووالدها توفى في حاله ان هي ممكن تكون او مطلقه في حاله مطلقة ممكن تاخد تستحق معاش الوالد تستحق معاش. وبالنسبه للي هو الاولاد اللي هو اللي ما بيتمش سن 21 سنه من حقه هو اثناء الدراسه بيستحق معاش لغايه 21 سنه وبعد كده بيستحق المعاش. والزوجه بيستحق الزوجه بتستحق المعاش وفقا لاعلام الوراثه بتطلع بالنسبه لهم المستحق المعاش حسب الجدول اللي هو نازل بالنسبه لعلم. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه تاني نسمع معانا الدكتور مصطفى. الو الو ايه يا شباب يظهر ان في ايوه يا استاذ يا دكتور مصطفى استمر معاك. ازيك يا دكتور مصطفى؟ تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا دكتور. ايه حضرتك شكوى حضرتك في ايه؟ وضعنا مختلف شويه استاذ تامر، احنا طلبه الخريجين. الدكتور مصطفى طلبه الخريجين. تمام. احنا بنشتكي شكوى عامه وتوجهنا لاكثر من حد عشان بنشتكي ان احنا الامتحانات النهائيه تمام اللي كانت الوزاره نزلت ان احنا نمتحن الامتحانات بتاعتنا في الجامعه. تمام. يعني حضرتك خريج ولا حضرتك اخر سنه لحضرتك في الجامعه؟ كلنا بكالوريوس. اخر سنه لحضرتك. تمام يا دكتور مصطفى اتفضل. تمام ماشي. فالوزاره اعلنت ان احنا هننزل ان هم ينزلونا الجامعه نمتحن امتحاناتنا. تمام. واحنا الوضع طبعا بالنسبه للفيروس اللي موجود يعني انت حضرتك نظرا للظروف اللي موجوده في البلد وظروف الوباء والفيروس اللي موجود الجامعه عايزاكم تنزلوا تمتحنوا في قلب الجامعه. فانتوا خايفين من الوباء اللي موجود ومن طبعا الامراض طبعا. جامعات على مستوى مصر بالكامل. بس احنا عرفنا من السيد وزير التعليم العالي ان الامتحانات هتكون على المنصه وهيكون في تقديم بحث، وهو وجه رساله بكده او هو بالنسبه لنا اللي احنا عارفين هو لا استاذ تامر هو يعني حط البحث للخريجين حط البحث قصدي سلامات النقل وجه على الخريجين. الوضع لسه ما فيش استقرار خالص اي قرار من ناحيتنا. يعني سنوات النقل هي بس اللي طلب منها بحث على المنصه بس. فاحنا لينا بس شويه مطالب كده يعني احنا بنعرضها ويعني يا ريت توصل وبنوجهها للسيد الرئيس السيسي والدكتور خالد عبد الغفور. طب ايه هي المطالب اللي انتوا شايفينها يا دكتور مصطفى؟ اقتراحاتنا اول حاجه احنا الوزير طلع من فتره قال انا مش هقدر اخرج مثلا الدفعه وناقص تكون ناقصه ترم او يكون ناقصهم مثلا ماده زي الجراحه او غيره بالنسبه للدكاتره ما يكونش درسها. احنا في اقتراح ان احنا الامتحانات تبقى اونلاين. الامتحانات اونلاين. الامتحانات اونلاين. طبعا في كتير بيقول ان مثلا ان يعني ان النت ما يستحملش او يعني ما يستحملش مثلا 4000 طالب لو دفعه 4000 او 5000 ما يستحملش القوه دي في نفس الوقت. في اقتراح ان احنا ممكن كل دكتور يحط 3 نماذج للامتحانات وكل 1000 يخش يمتحن مثلا فتره. يعني انت تقترح ان ممكن كل دكتور يحط 3 امتحانات ومجموعه من الطلبه تخش كل مجموعه تمتحن نموذج بالضبط. منه يبقى امتحان بالظبط يمتحن نموذج بحيث ان ما يبقاش في ضغط على يعني يبقى فيش ضغط على الايه على النت او كده، وفي نفس الوقت هيبقى كله امتحن والموضوع اتقضى الغرض. لان احنا لو نزلنا في ظل الاعداد دي لان قالوا ان هم هيامنوا لنا الجامعه وهيوزعوا كمامات، طب مين اللي هيامن لنا المواصلات واحنا رايحين الجامعه؟ طيب احنا حضرتك احنا سمعنا شكوى حضرتك طبعا يا دكتور مصطفى، واكيد الساده المسؤولين اللي بيشاهدونا برضو سمعوا شكوى حضرتك، واحنا هنتواصل مع الساده المسؤولين ونقول لهم برضو اقتراحاتكم ونشوف رد الساده المسؤولين برضو في موضوع الامتحانات وهنرد على سيادتك برضو. نشكرك يا دكتور مصطفى. طبعا دكتور مصطفى دخلنا في اتجاه تاني وموضوع تاني، بس هو طبعا احنا برنامجنا زي ما احنا قلنا التملي بنشوف كل ما هو بيعاني منه المواطن المصري وكل ما هو شبابنا بيعاني منه، لان احنا عارفين ان قياداتنا برضو قيادات اللي موجودة عندنا بتعمل دائما
لراحة المواطن، ودائما بتعمل للمجتمع اللي احنا موجودين فيه دائما لتقدم المجتمع وكل ما هو يفيد المجتمع. فطبعا الطلبة زي ما احنا شفنا بعض الخريجين اللي موجودين في عندهم قلق من الوباء اللي موجود اللي هو شاغل العالم كله وليست مصر فقط. فطبعا احنا بنناشد برضو رسالة للسيد وزير التعليم العالي، بنقول لحضرته يا ريت تطمن الطلبة أولادك الخريجين اللي موجودين، ويا ريت ان انت هتحاول ان انت سيادة الوزير توفر لهم امتحانات اونلاين في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي نظرا لانتشار الوباء. فاحنا عايزين نحد منه، مش عايزين نقص يكون اكتر واكتر. فطبعا ان شاء الله هنتواصل مع السادة المسؤولين وهنشوف ان شاء الله رد في الموضوع ده. ونرجع لموضوعنا برضو سيادة المستشار، احنا بنتكلم برضو دلوقتي عن قانون العمل. احنا ما كملناش التأمينات المعاشات حضرتك، كان في سؤال بالنسبه للمدد، ضم المدد بالنسبه لضم المدد يعني. حضرتك دلوقتي اللي هو مستحق المعاش اثناء الصرف ليه اذا كان على قيد الحياه، هو بيتقدم لمكتب التأمينات التابع ليه ويقدم فيها ان هو عايز يصرف معاشه. الشخص ده ممكن يكون اشتغل في اكتر من جهه، سي لو اشتغل في شركه مثلا في العاشر من رمضان لمده 12 سنه، بعد كده اشتغل في منطقه تانية مثلا تبع شبرا الخيمه 10 سنين، فهنا بيتم ضم المدتين مع بعض ويستحق المعاش على نهايه اخر راتب بالنسبه للجهه اللي اشتغل فيها. يعني حضرتك تقول لو هو اشتغل في محافظه 5 سنين واشتغل في مكان تاني 5 سنين ومكان تاني سنتين، بيتم المده ضم المده كلها، التامينات دي كلها في مده واحده، ويبقى هو برضو من ضمن الشهور اللي محسوبه ليه في التامينات اللي هو دافعها. بالنسبه كده هو يضم المده كلها، وعلى ضوء المدد دي بتحسب لي الاجمالي بتاعه، وبيتم صرف المعاش على اخر راتب بالنسبه اخر منطقه اشتغل فيها. تمام يا سياده المستشار، احنا برضو هنطلع مع بعض فاصل ونرجع تاني نكمل مع سياده المستشار قانون العمل الجديد. شباب مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وما زلنا نتواصل ونكمل حديثنا مع المستشار محمد ابو زيد، وهنتكلم النهارده عن قانون العمل الجديد. يا ريت حضرتك توضحه لينا برضو النهارده يا سياده المستشار. هو بالنسبه لقانون العمل الجديد، هو مشروع قانون العمل موجود في مجلس النواب، وهيتم البت فيه في الفصل التشريعي الجديد، وهو تعديلات قانون العمل رقم 12 لسنه 2003. ومن ضمن المميزات بالنسبه لهذا القانون ان هو يستحق العامل بصفه دوريه 7% من الراتب بصفه دوريه، زياده دوريه اعتبارا من شهر يوليو من كل سنه. اعتبارا من شهر يوليو من كل سنه يستحق ان هو يبقى فيه زياده موجوده، زياده دوريه في وطبعا طب بالنسبه مفيش حد ادنى اتحدد هو اتحدد حد ادنى بالنسبه للمستحق ان هو لا يقل عن 1000 جنيه لا يقل عن 1000 عن 1000 جنيه تمام، وبالزياده دوريه 7% كل سنه. طيب معانا مداخله تليفونيه، نشوف المداخله التليفونيه ونرجع تاني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك وسياده المستشار، انا خليك يا فندم. لو سمحت لو تكرمت كان ليا بس رجاء عند سياده المستشار يا ريت يفيدني فيه. اتفضلي يا فندم. انا والدي رحمه الله عليه كنا بناخد معاشنا لحد ما تزوجنا، وبعد كده طلقت انا واختي فعملنا استرداد للمعيش. لكن اخويا عدى 21 سنه فانقطع معيشه، بس هو مريض سكر وبياخد انسولين مائي وانسولين معكر. هو كده ملوش حق في المعاش، على الرغم ان الانسولين على طول عنده مقسم اعزكم الله، ويعني بيعمل حمام على نفسه على طول، فمش قادر يروح اي شغل. فكده ليه حق انه يسترد معاش والدي في حاله زي دي ولا لا؟ هو يعني يا فندم حضرتك بتقول ان هو كان بياخد معاش لحد ما تم ال 21 سنه وتوقف المعاش في السنه وانقطع ولكن هو مريض حاليا، فبالنسبه لحضرتك عايزه تعرفي ان هو ممكن يستحق معاش تاني او لا او يرجع معاش. طب سياده المستشار هيجاوب لحضرتك على السؤال، بنشكرك يا فندم. وهي بالنسبه للحاله اللي بتسالها الاستاذه، هي بالنسبه بنت وتم الطلاق تستحق معاش والدها، انما بالنسبه اللي بلغ سن ال 21 سنه ما بيستحقش المعاش. يستحق المعاش في حاله واحده، اذا كان قدم ما يفيد ان هو غير قادر على الكسب او عنده العجز، او على العمل، عنده العجز، واخد بال حضرتك ازاي؟
عنده عجز معين بيتم تحويله للجنة طبية تثبت ان هو غير قادر على الكسب، واخد بال حضرتك، ووفقا للجنة دي تقيم اذا كان عنده عجز او ما عندوش. في حالة لو في عجز في عجز وفقا للجنة الطبية اللي هي مكتب التأمينات بتحوله. ففي الحالة دي بيتم صرف معاش ليه اذا كان عجز كلي، بيديله بالنسبة حسب العجز نفسه. انما في ان هو مريض او مريض ده بالنسبه بيرجع برضه للجنه الثلاثيه او اللجنه الثلاثيه هي اللي بتقرر اذا كان يستحق او مش يستحق مع شويه اول. طبعا زي ما سياده المستشار قال لحضرتك ان هو بيتوجه هناك وبيقدم طلب وبيروح للجنه ثلاثيه، واللجنه الثلاثيه هي اللي بتقرر اذا كان المرض اللي عنده قادر على العمل او غير قادر ويستحق او غير لا يستحق. فاحنا مع حضرتك برضه يا سياده المستشار، وكنا بنتكلم في الحد الادنى للاجور في قانون العمل، حضرتك قلت 1000 جنيه على اساس ان هو يتصرف بزياده دوريه كل شهر 7 من كل شهر من كل سنه 7% بزياده دوريه، يزيد 7% بزياده دوريه بزيادة كل سنه بكل سنه وفقا للتعديل. بس لسه ما زال القانون في مجلس النواب ويتم البت فيه او البحث فيه بالنسبه لمشروع القانون في الجلسه الانعقاديه المستقبله بالنسبه لمجلس النواب. طيب بالنسبه لبرضه زي ما حضرتك سمعت برضه محمد كانت بتتكلم ان هم بنتين واتطلقوا، فاحنا قلنا يستحقوا المعاش في هذه الحاله. ولكن برضه احنا كنا في حاجه برضه كنا عرفناها او سمعناها برضه، ان في كان سايد في المجتمع الفتره اللي فاتت دي ان ممكن ان بيتم الطلاق وبيتم برضه الحيله على القانون ان هو بيتزوجوا زواج عرفي او غيره او غيره ورق، وعشان يتقاضى بعض المعاش في بعض الناس كانت بتعمل كده. فانت ايه رايك برضه حضرتك في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها؟ هو في بعض النفوس الضعيفه عامه عشان تاخد معاش والدها بيتم الاتفاق بينها وبين الزوج ان هو يتم الطلاق رسمي، ويستصدر قسيمه الطلاق، هي تاخد قسيمه الطلاق وبتتوجه لمكتب التامينات تقول ان هو تم الطلاق فبالتالي استحق معاش والدي وبتسترد معاش والدها، وبعد كده بترجع بعقد عرفي مع زوجها وتستمر الحياة. المتضرر هنا اللي هو عنده المعلومة دي بيتوجه لمكتب التأمينات ويكتب شكوى بالتفاصيل دي. هتقول لي مين المتضرر؟ المتضرر اللي هو مستحق المعاش معاها بالنسبة لك ممكن يكون أخوات آخرين أو زوجة، بيتقدموا كطلب وشكوى ويشرحوا فيها الموضوع، وبالنسبة لمكتب التأمينات بيعمل تحرياته ويثبت إذا كان فعلا إذا كان الطلاق ده تم عن طريق إن هم في زواج عرف بينهم وبين بعض بيوقف المعاش. بيتوقف المعاش وفي عقوبه برضو. طبعا اذا كان بيبقى في تحايل. طيب احنا جالنا برضو رساله من على التواصل الاجتماعي عندنا بيقول ان كان عندهم اختهم بتتقاضى معاش والدتها اللي هي توفت، واختهم دي كانت عندها يعني مريضه برضو بنسبه عجز معينه وجت في يوم من الايام ان هي سابت البيت ومشيت او ما عرفوش هي فين او راحت فين، وبعد فترة اكتشفوا ان هي بتاخد طلعت بطاقة ائتمان اللي بياخدوا بيها المعاش تانية وبتصرف معاش موجود، فاكتشفوا بعد كده ان في حد تزوجها زواج عرفي ومع ذلك كانت بتصرف المعاش ده، لحد ما هم راحوا بلغوا والمعاش اتوقف لفترة معينة. في بيقولوا هم هل حد يقدر من اخواتها ان هو يسترد هذا المعاش، او مين يستحق المعاش؟ لا هو المستحق المعاش نفسه اذا كانت هي بتصرف بصفه دوريه بموجب فيزا، والفيزا دي بيليها بالسيريال نمبر واديتها لاختها بتصرف بموجب السيريال نمبر، وهي الفيزا دي كانت عملت بدل فائد وخدت صرفت مكانه بالفيزا دي، ولما علموا ان في زواج او حد بياخد المعاش مكانه فهم راحوا وقفوا المعاش وقدموا المستندات اللي بتدل على ذلك والمعاش اتوقف. انا بتكلم في حضرتك ان في اللي هي المريضه دي طبعا هي تزوجت دلوقتي وهي عندها اخواتها وعندها، مين يستحق مثلا ان هو ياخد المعاش ده بالنيابه عنها، وفي حاله ايه ان هو ياخد المعاش؟ ما هنا بالنسبه للمعاشات نفسها بتكتب اشتراطات المستحقين للمعاش بعديها، بيكون الورثه الشرعيين. الورثة الشرعيين، إنما طالما هي على قيد الحياة يبقى هي المستحقة للمعاش. بيكون هي المستحقة للمعاش. مفيش آخرين يشتركوا معاها، مش هي المعاش ده خاص بيها ولا خاص لوالدها. لا خاص بيها. خاص بيها هي شخصيًا، يبقى هنا المعاش ده خاص بيها هي وهي المستحقة في صرف هذا المعاش.
طب في حالة قانون العمل لما يكون عامل متأمن عليه في شركة ويتم فصله مثلا بدون أسباب أو تعسفي في هذه هنا إجراءات بالنسبة لفصل العامل تعسفي، بيقدم أول حاجة بيعمل محضر إداري في اسم الشرطة التابع ليه، وبياخد صورة من المحضر الإداري والرقم المحضر الإداري ويتقدم في مكتب شكوى مكتب العمل ويقدم فيه الطلب نفسه، ولو ما تبتش فيه كده كده بتتحال للمحكمة الدائرة العمالية اللي هي تقع في نطاق العمل نفسه حسب المحكمة اللي بتقع فيها، ويتم نظر الموضوع عن طريق المحكمة. دي إجراءات متبعة في حالة الفصل التعسفي. وفي حالة الإصابة العمل أو عجز في العمل برضو بالنسبة للقانون إيه اللي بيتم برضو؟ هنا بالنسبة اللي هو بالنسبة للعجز بيستحق المعاش وفقا بالنسبة اللي هي نسبة العجز نفسه. لو نسبة العجز 100% بيستحق المعاش كامل، بالنسبة العجز 80% بيستحق بنسبة النسبة الموجودة وفقا للعجز. يعني بالنسبة العجز نسبة العجز اللي موجودة بيتم فيها المعاش وبيتحدد فيها كيمة النسب معينة، النسب اللي هي بناء على اللجنة اللي بتقرر اللي هي العجز، وطبعا الشيخوخة 60 سنة بيستحق المعاش والعجز ونسبة لإصابة العمل. طيب لو حبينا بقى نوجه رسالة أخيرة كده للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا يا سيادة المستشار، نقول لهم إيه؟ بالنسبة برضو هنرجع ونقول موضوع كورونا ومش موضوع كورونا، اللي دلوقتي هو السيد لازم الالتزام ومراعاة الشروط اللي قالتها وزارة الصحة في الالتزام وفي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط وارتداء القمامة. وارتداء القمامة مش وظيفة مستديمة يا تامر بيه، يعني في دلوقتي طلع ان هو مش انت القمامة تلبسها عمالة على بطال خلال 24 ساعة، على اساس ان انت لو لابس القمامة الفترة دي كلها انت كده بتستنشق او انت الاكسجين بتاخد ثاني اكسيد الكربون اللي هو طالع من عندك، فبالتالي مش المفروض 24 ساعة القمامة بتتلبس في الوقت اللي هو يكون فيه تجمعات، وقت ان انت تكون لوحدك تقلع القمامة. يعني حضرتك بتقول ان احنا نلبسها وبتدي رساله توعيه للساده المشاهدين ان احنا نلبسها في حاله التجمعات، ولما تكون انت موجود في مكان نضيف او مكان بحيث ان انت تستنشق الاكسجين بتضطر ان انت تقلعها عشان برضو يكون برضو ايه ما يبقاش في خنق على طول باستمرار بالنسبه للكمام. طيب احنا بنشكرك النهارده يا سياده المستشار في فقرتنا وتملي معانا كده، وكمان بنعرف من حضرتك القوانين وكمان بتعرف السادة المشاهدين كل ما هو في القانون، واحنا بنشكر حضرتك النهارده في فقرتنا النهارده. شكرا تامر بيه، شكرا لحضرتك وشكرا لاسره اهل كايرو. احنا بنشكر سيادة المستشار ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.